رسول الله يا عطر السماء ويا ضوءا أطل من الرجاء ويا قمرا بدا فأنار ليلا ويا فجرا تبسم بالضياء شددت النور من قلب الدياجي وسرت بعزة وبكبرياء أقمت العدل في زمن التجني وشيدت العلا للأتقياء وعلمت الورى درسا فدرسا من الخلق المعطر بالإباء وكم شيدت للأيام صرحا قوي الروح مكتمل البناء فسار إلى الأمام طريق قوم وكان يسير قبلا للوراء. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات أيها المشاهدون الكرام وأيها الحضور العزيز. من هذه البقعة الطاهرة المباركة، من بقعةٍ يستشعر المرء فيها وصالًا بين رب العالمين، في حضرة آل البيت الطيبين الطاهرين، في حضرة مولانا الحسين رضي الله عنه وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نجدد التحية معا من ملتقى الفكر الإسلامي، وعنوان هذه الحلقة هو عناية القرآن الكريم بالقيم الأخلاقية، فشريعتنا الإسلامية الغراء قرآنا كريما وسنة للنبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام اهتمت باستقامة المجتمعات، وتبدأ استقامة المجتمعات من غرس القيم الأخلاقية في النشأ عبر مر العصور والأزمان. يسعدنا أن يكون معنا ضيوفا كرام على منصة ملتقى الفكر الإسلامي لهذه الليلة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور، سعداء بوجود فضيلتك معنا. ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد نصار مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية. أهلا دكتور محمد. ونرحب بالقارئ الشيخ محمود علي حسن. أهلا وسهلا شيخ محمود. وخير بداية القرآن الكريم، آيات كريمات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب بالعرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم.
والأرض وما بينهما وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وتبارك الذي وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم.
الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقيله يا رب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله يفتح عليك كما قال الجميع شكر الله للفضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن على هذه التلاوة الطيبة. الكلمة الآن لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف ونذكر بعنوان هذه المحاضرة عناية القرآن الكريم بالقيم الأخلاقية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم الميمون الأغر من هذه الساحة الطيبة الطاهرة، في هذه المناسبة العظيمة، يكرمنا ربنا بهذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة والقلوب العامرة بالإيمان والتقوى. فكل عام وأنتم بخير. من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساح مسجد مولانا الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وفي هذه الليلة الميمونة المباركة نلتقي مع عناية القرآن الكريم بالقيم الأخلاقية في ملتقى الفكر الإسلامي الذي يعقد في هذا الشهر المبارك. ولقد استمعنا قبل قليل إلى قارئنا وهو يتلو قول الله تعالى: فاصفع عنهم وقل سلام. الخطاب لسيدنا رسول الله، ربه جل وعلا يأمره بالصفح ويأمره بأن يسالم الناس. والخطاب هنا لنبينا لأن يصفح ولأن يعلن السلام هنا مع المشركين، مع الذين يدعون مع الله إلها آخر. فهو مأمور بالصفح مع كل الناس، مأمور بالسلام مع كل الناس، مع المؤمن وغير المؤمن، مع المسلم وغير المسلم. هكذا كان خلق سيدنا رسول الله الذي يقول فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. إذا أردت أن تعرف الخلق العظيم فتعرف على صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم، الذي قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصاحب الخلق العظيم ما جاء إلا ليعلن بين الناس الخلق العظيم، وليكرس بين الناس الخلق القويم. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي الرواية المشهورة على الألسنة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما جاء صلى الله عليه وسلم إلا ليعلمنا الخلق العظيم، وليس مجرد خلق، بل الخلق العظيم الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. أتى أحد الناس إلى أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يسأل عن خلق سيدنا رسول الله، فقالت له: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن رسول الله كان خلقه القرآن، أي كان القرآن خلقه وحياته وسلوكه وتعاملاته، بدءا من الأمر اليسير: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. من فسحة المجلس لأخيك إذا جلس بجوارك
يبدأ الخلق وينتهي لأن يكون في مصاف الصلاة والصيام والقيام. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما هو الشيء الذي يدخل الناس الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. فمن هذا الأمر العظيم تقوى الله وحسن الأخلاق تضمن جنة الرب الخلاق سبحانه. والدين كله خلق، كما قال الفيروز أبادي: اعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ولو استعرضنا أوامر الدين لوجدناها كلها تصب في غاية هي مكارم الأخلاق. وكذلك لو بحثنا في مناهي القرآن الكريم لوجدناها إنما هي عن أرازل الأخلاق ومساوئ الأخلاق. فأوامر الدين ونواهيه غايتها أن يتخلق الناس بالخلق الحسن. وسئل نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن الخلق فبينه للناس. والخلق شيء بسيط هين، أي بني إن البر شيء هين، كلام وجه طليق وكلام لين، تبسمك في وجه أخيك وإدخال السرور عليه وتصدير الطاقة الإيجابية له بمجرد انفراج أسارير وجهك تثاب عليه. مجرد التبسم، مجرد أن تستقبله بترحاب، لا تصدر طاقتك السلبية إليه، أنت مثاب. إماطتك الأذى عن الطريق صدقة تقربك من الرب. رحمتك بالكبير والصغير من أجل الأعمال التي تقربك إلى الله. وهكذا نجد الدين كله خلق. هات أمرا من الأوامر أو نهيا من النواهي إلا تجده يأمرك بخير في تعاملك مع الناس، وينهاك عن شر تتعامل به مع الناس. إنك إن فعلت كان هذا أثقل شيء في موازينك يوم القيامة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة الخلق ومكانته في دين الله عز وجل بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. أثقل شيء تجده في ميزانك أن يكون خلقك حسنا، أن يكون خلقك طيبا، كلامك لين، وجانبك لين، خفيض الجناح، حسن الكلام. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا لنا أحبنا إليه وأقربنا منه وأفضلنا عنده: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. إن الأخلاق الحسنة مقياس
ومعيار للرجال. فإذا أردت أن تعرف عند الله قيمتك فانظر إلى أخلاقك مع الناس. والأخلاق أقسام عديدة، فهناك أخلاق مع الله، وهناك أخلاق مع الناس، وهناك أخلاق حتى مع العجماوات. أما أخلاقك مع الله أن تكون حيث أمرك وألا تكون حيث نهاك، أن توجد حيث ما فرض الله عليك، وأن تفتقد حيث ما نهاك الله عنه، أن تأتمر بما يأمر الله وأن تجتنب ما نهى الله عنه. أما أخلاقك مع الناس فعلاقتك بالله ثمرتها حسن علاقتك بالناس. ما صلاتك؟ ما زكاتك؟ ما صيامك؟ ما حجك؟ ما عمرتك؟ إلا لتسمو أخلاقك، إلا ليحسن تعاملك، إلا لتثمر هذه الفرائض والعبادات خلقا حسنا تتعامل به مع الناس. نعم، فإن ثمرة العبادات خلق حسن. انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الخلق الحسن يدخل صاحبه الجنة، وأن الخلق السيء ربما يزج بصاحبه إلى النار مع ما له من أعمال صالحة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث معناه: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن شوك أزاله من طريق الناس. رجل أزال الأذى عن الطريق، غصن شوك يؤذي الناس، فحمله وأبعده ونقى طريق الناس منه، فهو يتقلب بسببه في الجنة. غفر الله لبغي لأنها سقت كلبا. امرأة تحترف الفاحشة يغفر الله لها، لماذا؟ لأن قلبها رق، ولأن خلقها سما، فنضح على الحيوان الأعجم، فكان سببا لدخولها الجنة، وكان سببا لمغفرة الله لها. وفي المقابل نجد تلك المرأة التي يسأل عنها رسول الله، وذكروا صلى الله عليه وسلم، وذكروا من صلاتها وصيامها وعبادتها، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. ما أثمرت عبادتها خلقا تتعامل به مع الناس، رغم عبادتها تؤذي جيرانها بلسانها. ماذا قال عنها سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي في النار، هي في النار. وكلنا يحفظ حديث الصحيح الوارد في الصحيح عن المفلس الذي يأتي ربه يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فماذا كانت النتيجة؟ يعرض للقصاص، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. علاقته بالله كانت سوية، لكن ما أثمرت علاقة سوية بالناس. إذا أردت أن ترى ثمرة صيامك انظر إلى أخلاقك، هل كانت حسنة مع الناس؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله ماذا يفعل؟ يقابل سبابا بسباب، قتالا بقتال،
أين الصفح الجميل؟ أين الخلق الجميل؟ أين أخلاق المؤمنين والمسلمين؟ أين الأخلاق النبوية التي نحن مأمورون أن نتمثلها؟ فاصفح عنهم وقل سلام. فليقل إني صائم. لا تسابب من يسابك، لا تجاري من يعتدي عليك، لا ترد سيئة بسيئة، لا ترد سوءا بسوء، ولكن كما قال ربنا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هكذا ينبغي أن تثمر العبادات، أن تحول صلاتنا حالنا من حال الجاهلين إلى حال المصلين، كما قال ربنا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ينبغي أن تكون زكاتنا وصدقاتنا رفقاً بالناس وربطاً على أكتافهم وترفقاً بهم وإحساساً بحالهم، لتطهرك الصدقة كما قال ربنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وليكن صيامك صلة بالناس، إحساسك بالجوع، إحساسك بالحرمان ينضح عليك صلة للناس وإطعاماً للفقراء ورفقاً بعباد الله عز وجل. هكذا ينبغي أن تكون أخلاقنا. أخلاقنا هي عنوان ديننا، فمن حسن خلقه حسن إسلامه وكمل إيمانه، ومن ساء خلقه والعياذ بالله فليراجع نفسه. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يحفظ بلادنا، وأن يصونها من كل مكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، شكرا جزيلا. شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف على هذه الكلمة الجامعة، والتي نرى فيها أن الصفحة من شيم الكرام. فاصفح الصفحة الجميل. جميل أن يكون الإنسان دائما متسامحا مع غيره، فإن هذا من سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. والقيم الأخلاقية هي ثابتة متجذرة في المجتمعات عبر مر السنين والعصور والأزمان، حينما قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الكلمة الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد نصار، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ثم أما بعد، نضر الله هذه الوجوه التي لا طالما وقد اشتقنا لرؤيتها، وزكى الله هذه النفوس التي ننصهر معها الآن في بوتقة الحب في الله وعلى مائدة القرآن الكريم. الله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بعدنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. وبعد، أيها الأحبة الأكارم، يخطئ من يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى الدنيا من غير موضوع، لأن الحياة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الموضوع. الحياة هي الموضوع الذي من أجله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء إخوة له من الأنبياء والمرسلين ليردوا إليها أبناءها الشاردين عنها، ليحيوا فيهم الأخلاق والقيم المتعارف عليها منذ فجر التاريخ: قيم الحق والخير والعدل والجمال.
نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدث في الناس ثورة أخلاقية بمعنى الكلمة. تحول الظلام إلى نور، والفوضى إلى نظام، والضياع صار منعة، والمهانة أصبحت عظمة، والجهالة أضحت معرفة، والعدم صار وفرة. إن جميع الأشواك لما نزل القرآن الكريم تحولت إلى أزاهير، لأن الناس قد كرسوا حياتهم بطريق الحق والخير والعدل والجمال، وتلك هي القيم الأخلاقية المتعارف عليها منذ فجر التاريخ، والتي تخطت كل الأديان فلم نرها وقفت عند حدود دين. ولذلك قال الله مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. كأن كل نبي من الأنبياء جاء ليؤصل خلقا معين، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحوي الأخلاق في شخصه الكريم، فكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة ولا لمجرد الحفظ، وإنما للمدارسة وللتدريس والتعليم والتأديب والتهذيب والتطبيق. ولذلك قال، يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أن الواحد منهم كان إذا أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر آيات، عشر آيات بس، قال: لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. تعلموا كل حاجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو الميراث الذي تركه لنا رسول الله، دي ناحية أو محور هام من محاور الميراث المحمدي. في الحديث الذي يقول فيه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه ذهب في يوم من الأيام إلى السوق، وأخذ ينادي في الناس: أيها الناس، أيها الناس، فاتكم خير كثير. قالوا: ما الأمر؟ قال أبو هريرة: تجلسون ها هنا تبيعون وتشترون، وتتركون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. النبي بيوزع الميراث بتاعه. قالوا: فانطلق الناس إلى المسجد مسرعين، ووقف أبو هريرة رضي الله عنه في انتظارهم، فلما عادوا نظر إليهم وقال لهم: ماذا فعلتم؟ قالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا من ميراث. قال: أما وجدتم من شيء؟ قالوا: يا أبا هريرة، رأينا قوما يصلون وآخرون يقرؤون القرآن. رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام وقوما يتدارسون العلم. قال أبو هريرة: ويحكم، فذلك هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدارسة القرآن، مدارسة العلم، الوقوف عند الحلال والحرام، ما يجب علينا وما يحرم، وغير ذلك من هذه الأمور. واسمحوا لي في عجالة أن ألقي الضوء، طالما إن احنا بنتكلم عن عناية القرآن بالقيم الأخلاقية، أن أبين ذلك في أربعة مجالات على وجه السرعة. المجال الأول في مجال التفاهم والتعايش بين المختلفين، أيا كان هذا الخلاف، أيا كان نوعه، خلاف في العقيدة، أيا كان نوع هذا الخلاف، القرآن كيف تعامل مع هذا الخلاف؟ تعامل معه من خلال أربع خطوات أو أربع قواعد، سمه كما تريد. القاعدة الأولى: أن الله تبارك وتعالى قد كرم الإنسان لا لشيء إلا لأنه إنسان. أنا مكرم وأنت مكرم والجميع مكرم. ولذلك لما تكلم القرآن قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ونسبهم إلى أصلهم الأول، كرمنا بني آدم.
ومن النماذج العملية في ذلك، تعلمون جميعا لما مرت جنازة يهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل النبي؟ قام واقفا، فقالوا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليست نفسا؟ إنها النفس الذي ينبغي أن تحترم. فالقاعدة الأولى أن الله قد كرم الإنسان لا لشيء إلا لأنه إنسان. والقاعدة الثانية أن الخلاف والاختلاف هو واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى لا محالة. وعلى رأس هذا الاختلاف، الاختلاف العقائدي، هو واقع بمشيئة الله. هل يمكن أن يقول أحد من الناس أن الخلاف في العقائد واقع على غير مشيئة الله أو بغير مشيئة الله؟ لا يجوز أن يقال في حق الله ذلك. يقول سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ثم كانت القاعدة الثالثة، وهي أن الذي سيحاسب العباد على هذا الاختلاف هو من؟ الله سبحانه وتعالى. وأنا مطلوب مني أحاسب غير المسلم على المسيحي على أنه مسيحي واليهودي على أنه يهودي، ولا هو مطلوب منه أن يحاسبني، لأن الذي سيحاسب الجميع هو من؟ الله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله لما جمع الأفراق في آية واحدة ماذا قال؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشرقوا، قال بعدها: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. من اللي هيفصل بين العباد؟ من اللي هيقول ده في الجنة وده في النار؟ مفيش حد فينا. الله هو الذي سيفصل بين عباده يوم القيامة. فإن كان ذلك كذلك، كانت القاعدة التي بعدها، وهي أن نقيم العدل وأن نقيم القسط وأن نتعاون وأن نتفاهم وأن نتشارك فيما بيننا، وفق نظرية تتكون من أربع كلمات: المعرفة والتعارف والاعتراف. المعرفة أن تقرأ وتطلع لتتعرف على غيرك، فإذا تعرفت عليه اعترفت به، صار موجودا في هذه الحياة، لا يمكن أن تعامله بمنهج الإقصاء ولا أن تنحيه عن ميدان الحياة، لأن الحياة للجميع. إننا نؤكد للناس بهذا الفهم القرآني أن رسالة الإسلام أو أن عباءة الإسلام تتسع لكل شيء. إن رسالة الإسلام عنوانها السلام، هدفها الأخوة والتعاون، غايتها سعادة البشرية جمعاء. قال تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن هذا المجال إلى مجال الاقتصاد والتعاملات بين الناس، تعاملات البيع والشراء. أطلب منك فقط أن تفتح المصحف بعد أن تقوم من هذا اللقاء، واقرأ صدر سورة النحل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير، إلى آخر الآيات. اقرأ هذه الآيات وما بعدها. إن أنت أمعنت النظر أولا تجد ربطا عجيبا، كيف أن الله تبارك وتعالى ربط بين الاقتصاد وبين موارد الثروة وبين العقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. لأنك إن نظرت في هذه الآيات وجدت أن الله تبارك وتعالى يبين أنه هو الخالق، وأنه هو الرازق، وأنه هو المتصرف في كل شيء، وأنه لا يقع في ملكه شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى عندنا بتوحيد الربوبية. ثم إن أنت أطلت النظر في هذه الآيات بعد ذلك وجدت أن الله تبارك وتعالى يدعون إلى التفكر وإلى التعقل وإلى التدبر،
أفلا يعقلون أفلا يتذكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتذكرون لعلكم تشكرون. وهذا ما يسمى عندنا بتوحيد الألوهية. ثم إنك إن أطلت النظر مرة ثانية وجدت أن الله تبارك وتعالى قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، هو العليم وهو الحكيم وهو الخالق وهو الرازق وغير ذلك، وهذا يسمى عندنا بتوحيد الأسماء والصفات. ما المعنى؟ المعنى ببساطة أن الله تبارك وتعالى يريد أن يضع مبادئ عامة. إن قلنا بنظرية تخريج الفروع على الأصول، تعال نحط ثلاث مبادئ عامة في التعامل مع الناس. المبدأ الأول نسميه بمبدأ الاستخلاف. الله استخلفك في المال واستخلفك في هذه الحياة، الله أوكل إليك التصرف، لكن تصرف مشروط ليس تصرف هكذا على إطلاقه. وأول قيد لهذا التصرف أن تأتي بالمال من طريق حلال ثم تنفقه في طريق حلال. عشان كده سيدنا النبي قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المبدأ الثاني مبدأ الإخاء، أخوك، الأخوة الإنسانية والأخوة الإيمانية والأخوة النسبية. إذا كان هذا اللي أنا أقول لك عليه ده هو أخوك، فلا يجوز لك أن تغش أخاك، ولا أن تأكل ماله بالباطل، ولا أن تسرق ماله، ولا أن تكذب عليه، ولا أن تحتكر السلعة، ولا أن تفعل أي شيء حرام. هذا كله ممنوع من خلال مبدأ الأخوة. فإن كان ذلك كذلك فإن هناك منظومة من القيم الأخلاقية وضعها الإسلام لضبط حركة الأسواق: الصدق والأمانة والوفاء بالعهد وعدم تطفيف الكيل والميزان وعدم الغش وعدم تلقي الركبان وغير ذلك من هذه المبادئ التي سموها المبادئ العامة في التعامل في الفقه الإسلامي. هذا مجال. إن انتقلنا إلى المجال الذي بعده، كيف عالج القرآن هذه المشكلات، أود أن ألقي النظر على مجال التربية والتكوين داخل الأسرة وخارج الأسرة. إن الإسلام الذي ننتمي إليه جميعاً نراه في مجال التربية والتكوين يدعو إلى تكوين طلائع مؤمنة بالكتاب والسنة بما يحويه من أخلاق، يدعو إلى تكوين طلائع مؤمنة بالكتاب والسنة بما يحويه من أخلاق وتشريعات وقيم وأنظمة. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل كما قال العلماء. أريد أن أسأل سؤالاً وكثير من الناس يسألون: لماذا فرض الله علينا الصيام؟ لماذا فرض الله علينا الصلاة؟ لماذا فرض الله علينا الزكاة؟ لماذا فرض الله علينا الحج؟ لماذا هذا التنوع في هذه العبادات على هذا النحو؟ ما هي الفلسفة التي جاءت من أجل هذا التنوع؟ أقول إن الله سبحانه وتعالى قد خلق فينا الطباع مختلفة، فهو يعلمها سبحانه وتعالى، فأراد أن يجعل لها الدواء الذي يأخذ منه الإنسان ما يشفيه، فجاء هذا التنوع إلى ثلاث: إلى بذل محبوب والكف عن محبوب وإعمال عمل فيه شيء من المشقة والتعب. ما المعنى؟ المعنى ببساطة لما كان بعض الناس من جبلتهم أنهم يحبون المال حبا كبيرا على استعداد أن يفرط في أي شيء حتى وإن كان هذا الشيء هو عرضه والعياذ بالله، لأن القرآن قال وتحبون المال حبا جما، هو على استعداد أن يفرط في أي شيء حتى وإن كان في عرضه. أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبره فيما يحب، ففرض عليه فريضة الزكاة ثم بعد ذلك الصدقة، يأمره أن يخرج من الأشياء التي يحبها وهي الأموال. وواحد من الناس يجي يسأل: ينفع أخرجها لأبويا؟ عندي بنتي
عندي جوز بنتي، عندي كذا، عندي كذا، يريد أن يخرج هذه الزكاة بسبب بخله وعناده وجبلته هذه في الطرق التي ينبغي أن ينفق فيها على أصحابها. ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبره فيما يحب. ولما كانت بعض النفوس مجبولة على حب الطعام والشراب، ما بيحبش الفلوس، حتى وإن حب الفلوس بيحبها عشان يأكل ويشرب. وحاله كما قال الشاعر قديما: إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك كل هذا فعلى الدنيا السلام. لما كان هذا طبعه وهذه جبلته، أراد الله أن يختبره فيما يحب، ففرض عليه الإيه؟ الصيام. يقول له: الأكل قدامك، لكن حرام عليك أن تمتد يدك إلى طعام أو شراب أثناء نهار رمضان. ولما كانت بعض النفوس مجبولة على الراحة وعلى الكسل، لا يهمه المال ولا يهمه الطعام ولا يهمه الشراب، وإنما مجبول على الكسل والراحة والدعة، أراد الله أن يختبره فيما يحب، ففرض عليه الصلاة ليقوم ويصلي ويسجد ويركع ويتوضأ 5 مرات في اليوم والليلة، ويأمره كذلك بالحج ليسافر ويتحمل مشقة السفر. مش بس كده، أمورا كثيرة أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبره فيما يحب. لماذا كل هذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم فينا المعوج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعفو عنا وعنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. آمين. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور محمد نصار، مدير عام للإرشاد الديني ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية. كلمتين جامعتين أثرا كثيرا في نفوس من يسمعون. السمع نعمة كبيرة من عند الله سبحانه وتعالى، والسمع حينما يتصل بتقوى القلب فإن هذا يكون له وقع آخر على النفوس في الصلة والتعلق بالله، خلق حميد يستقيم به الفرد فتستقيم معه المجتمعات، وباستقامة المجتمعات تنشأ علاقة نتمناها جميعا، نسعى إليها جميعا من خلال الأديان. فالوصايا العشر في التوراة والإنجيل والقرآن إنما أكدت على معنى أصيل في النفس البشرية، وهو معنى القيم الأخلاقية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما سمعنا من كلام يستقر في القلب والوجدان، ويكون عنوانا في السلوك والآداب والمعاملات. قبل الختام بالابتهال، يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. شكرا جزيلا دكتور أحمد. ونشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد نصار، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية. شكرا دكتور. والشكر موصول لفضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن على التلاوة الطيبة التي كانت في مستهل هذه الندوة. ونرحب بمن سيكون مسك الختام، المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. أهلا يا شيخ محمد، وإن شاء الله مسك الختام مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. وإلى لقاء آخر من أروقة هذا المكان الطاهر من جامع سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. لكم كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحفظ بلادنا ولا تخيب رجاءنا يا شهر الصيام. أشرقت في وجداني وبدوا تفواحا من رضا الرحمن. شهر الصيام أشرقت في وجداني وبدوا تفواحا من رضا الرحمن. شهر كريم جئت خيرا للورى وسموت بالتقوى والنفس تشرق من بهاء قدومكم ويعمها فيض من الإحسان. والنفس تشرق من بهاء قدومكم ويعمها فيض من الإحسان. والأجر فيك مضاعف ومبارك والأجر فيك مضاعف ومبارك في سائر الطاعات للديان. تصحوا للمدى أحبابنا، صوموا تصحوا للمدى أحبابنا والله يرعانا والله يرعانا بكل مكان.
للمدى أحبابنا، والله يرعانا، والله يرعانا، والله يرعانا بكل مكان. بك ليلة قد شرفت في قدرها وسمت على فيض من الأزمان. من قامها نال الهنا، من قامها نال الهنا معطرا، وغدا سيسعد في رضا وجنان. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله. صلى الله. حبه فرض وختم، مدحه خير وغنم، ليس يأتي القلب هم للذي يهوى محمد. صلى الله. صلى الله. شوف كم مليون كل جنس ولون، شوف كم مليون كل جنس ولون، اهتدوا بهداك يا شفيع الكون يا محمد. صلى الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله. صلى الله. في سكون الغار هبت الأنوار، لما قال جبريل للمختار اقرأ يا محمد. صلى الله. صلى الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله. يا مطلع علينا فوضنا الأمر إليك، ومن بغى علينا لا نشكو إلا إليك. يا عالم بكل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، تجعل شاقيا ولا محروم. صلى الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله. صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلوا عليه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.